أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوات سلام الله عليكم ورحمة وبركاته نحييكم ونجدد الترحيب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات أسعد وإياكم وفريق العملي بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح عضو الإفتاء في منطقة القصيم عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ خالد حياكم الله اهلا وسهلا ومرحبا بالاخوه والاخوات اسال الله ان يكون اللقاء نافعا مباركا اللهم امين بارك الله فيكم نرحب بكل الاخوه والاخوات الذين يشاهدون هذه الحلقه ولمن اراد طرح سؤاله واستفتائه فالارقام الهاتفيه امامكم على الشاشه من داخل المملكه وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله حياك الله أخوي عبد الرحمن تفضل أخوي أنا عندي سؤالين السؤال الأول نعم كنت أصلي في المسجد فقطع من أمامي رجل قطع الصلاة من أمامي نعم. إيش الحكم عليه هو وإيش الحكم علي أنا أكمل صلاتي ولا أقطعها أعيد من جديد مر من أمامك هو قريب من بين يديك لا من بين يدي مر طيب. أنت ما سويت شيء ولا حاولت ترد ولا شيء رديت بيدي بس مرور يعني قوي. سرعة مر كذا طيب. فمان بني عرض قطع وراح طيب السؤال الثاني يا أخوي أنت إمام ولا مأموم أنت منفرد ولا السؤال الثاني طويل عمر عفوا أخوي عبد الرحمن إذا طلعت على أخوي عبد الرحمن سافرت من الرياض إلى الطائف أوقف عند المسجد وأصلي تحية المسجد تحية المسجد هذه لازم ولا مو بشرط يعني نصلي الصلاة وتجب وأكمل سفري أنت تصلي صلاة طبعا تقصر وتجمع الصلاة لأنك مسافر فأنت تقول أؤدي تحية المسجد إذا دخلت ايوه التحيه يعني سنن قبل طيب. الصلاه في هل سنن ولا ما اسمعني عبد الرحمن يعني اسمعني يا اخي في سؤالك الاول تقول حينما قطع الرجل صلاتك انت ماموم والا تصلي منفرد لا منفرد انا اكمل طيب. كملت الصلاه طيب. فاتتني ركعه وقمت اكملها ومر هذا الرجل من امامي تسمع اجابه ان شاء الله تعالى اشكرك اخوي عبد الرحمن بارك الله فيك باخت معي تفضل تفضل أخي باخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزاكم عنا خيرا تفضل يا سيد يا أخ أحمد عندي بعض الأسئلة السؤال الأول في أحد البنوك يقول عنده استثمار فيأخذ منك استقطاع من الشهر من الراتب شهريا اللي تستطيع يعني 500 1000 2000 ويقول إحنا نتاجر فيها بالحلال على حد قوله و يأخذ رسوم شهرية من رأس المال مثلا 300 ريال و100 ريال كل شهر ويضمن لك بقاء رأس المال يقول يعني رأس المال سيبقى لك إلا الرسوم الإدارية هذه نخصمها عليك فقط نعم. وما حكم المتاجرة في هذا الشيء طيب سؤال ثاني سؤال ثاني لو تكرمت في حديثين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الطويل عن عندما قال له الرجل لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال حولها ندندن نعم. والحديث الآخر في ذكر ورد النوم عندما قال الدعاء ذاك وعاد أحد الصحابة فقال ورسولك الذي أرسلت فقال له لا نبيك الذي أرسلت فيعني أحد الحديث يعني يؤكد على نص الدعاء والآخر يقول حولها ندندن نعم
السؤال الثالث لو تكرمت، في الحديث يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، لكن هل للمأذون الشرعي المحرم أن يجري عقد النكاح؟ بمعنى لو دخل الحرم محرم وقالوا لا احنا مستعجلين نبغى نجري العقد الآن وهو محرم، هل يجوز له أن يكتب عقد النكاح ولا يجوز؟ نعم واضح الأسئلة؟ واضح جدا، شكرا لك. الله يحفظك. معي متصل؟ معي علاء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال الحين، إطعام حق كفارة اليمين. نعم. عامل النظافة هل تجوز إطعامه؟ يعني بدال المسكين أو لا؟ طيب. شكرا. شكرا لك يا أخي علاء. وريف معي. وريف معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بريد أسأل الشيخ، عندنا خادمة فلسطينية مسيحية، هل يجوز لنا المرور بها داخل مكة فقط، المرور دون الوقوف أو الجلوس فيها، يعني المرور بس؟ هل يجوز المرور بالخادمة الغير مسلمة للحرام؟ أيوة، مو الحرم مكة، بس من داخل مكة للخروج، يعني أحيانا طريق جدة أو غيرها يعني. طيب. بس مو من جهة الحرم. طيب. تسمعني إجابة. أحمد معي، تفضل. أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك يا أحمد، تفضل. يا ليت الشيخ يتصل جوالي يركز معنا. تفضل يا سيدي، اسمعك الشيخ، تفضل عطني سؤال وأجاوبك. يا ليت الشيخ يتصل جوالي. يقول لك ما هو جوال يا سيدي، تفضل يا سيدي. اكتب السؤال. خليه يركز معنا فينا. الشيخ يكتب السؤال يا أخي أحمد، الله يبارك فيك، يكتب سؤالك وسؤال سؤال المشاهد. سؤالك يا أستاذ. هذا مو بجوال، شوف يا أخي كبير. تفضل يا أستاذ. طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات، بس حتى نوضح للأخوة، الأخ أحمد يقول أن الشيخ ما الشيخ يكتب الأسئلة في الجهاز لديه وأنا أكتبها في الورق، فالشيخ تقني يمكن أكثر من الله. بارك الله فيك. معي سؤال، تفضل أخي. ألو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن يا شيخ. أنا علي حل وسوف أبره بطعام 10 مساكين بإعطاء الملابس، هل الملابس لها شروط وهل تقبل الملابس المستعملة سواء كانت لي أم لا؟ السؤال الثاني. نعم تفضل يا أختي، تفضل يا أختي. شو تفضل يا أختي سؤال. ألو، تفضل يا أختي سؤال. والسؤال الثاني. نعم. أنا يا شيخ بعد الدورة ينزل علي دم بعدها بثلاثة أيام، فأنا لا أعلم هل هي دورة أم لا، أرجو منك التوضيح. الاسم الكريم يا أختي ما وصلني عذراً. نعم الاسم الكريم، بس عشان نسجل الاسم. سوها. 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 طيب شكرا لك يا سوها، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعودوا لضيفي الكريم. وسؤال الأخ عبد الرحمن الأول، أنه كان يصلي مكملا صلاته عقب انتهاء الصلاة، ثم مر من أمامه رجل وقطع كما يقول صلاته، دفعه بيده لكنه لم يستجب له، فهل صلاة الأخ عبد الرحمن صحيحة وماذا يجب عليه والحالة هذه؟ وكذلك من مر أمام المصلي ما عقوبته وما إثمه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بسؤال الأخ عن انقطاع صلاته بمرور أحد بين يديه، الأصل في المصلي أنه إذا اتخذ سترة جعل بينه وبين الناس سترة فإنه لا يضره من مر وراء هذه السترة. نعم. وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم، إذا وضع أحدكم تلقاء وجهه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره ما مر وراء ذلك. وهذا يدل على أن حد الإنسان فيما إذا اتخذ سترة هو هذه السترة، إذا لم يتخذ سترة وهذه هي الحالة الثانية فإنه لا يحق لأحد أن يمر بين الرجل، بين المصلي وموضع بين المصلي وبين موضع صلاته.
بين الرجل وبين موضع صلاته، يعني موضع سجوده. نعم. وبالتالي إذا أراد أحد أن يمر بين الإنسان وسترته، بين المصلي وسترته، أو بينه وبين موضع سجوده، فإنه يدفعه يرده. إذا غلب ولم يتمكن من رده فهنا الإثم على المار لأنه معتد، وأما المصلي فقد فعل ما أمر به لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرة الرحل وهي قدر ذراع، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. معنى قوله يقاتل يعني لا يكتفي بالمدافعة اليسيرة، بل إن, 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 إن لازم الأمر أن يشتبك معه ليمنعه من المرور، أو يتقدم، أو يفعل ما يحول بينه وبين أن يمر بين يديه في صلاته فليفعل فليقاتل، فإن أبى فإنما هو شيطان. وهذا يدل على أن المصر على قطع على المرور بين يدي المصلي في حال كونه قد اتخذ سترة، أو بين المصلي وموضع سجوده لو لم يتخذ سترة، معتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شيطان. وقد جاء فيه ما يبين أن المرور بين يدي المصلي في هذه الحال من عظائم الإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، حديث أبي جهيم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم. ولم يبين في هذه الرواية 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، ولكن جاء بيانها في بعض رواية الحديث عند البزار أنها 40 سنة. نعم. وهذا يبين غرض الأمر. هل تنقطع الصلاة؟ لا تنقطع الصلاة بمرور رجل بين يديه المصلي، لكن إذا قصر الإنسان فلم يمنع ولم يدافع فإنه ينقص من أجره بما مر بين يديه، ينقص من أجر صلاته بما فرط من حفظ صلاته بترك الناس يمرون بين يديه. إذا مرت امرأة فهنا جمهور العلماء على أن ذلك لا يقطع الصلاة، وذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد إلى أنه يقطع الصلاة، لحديث أبي ذر: يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار. نعم، بارك الله فيكم. كلب الأسود والحمار. نعم، بارك الله فيكم. يقول: إذا كنت في السفر ودخلت المسجد لأجل الصلاة وأدي تحية المسجد قبل أن أؤدي الصلاة المفروضة، وهو كما ذكر يقول يقصر صلاته أو يجمعها، لأن تحية المسجد إنما تشرع إذا دخل وليس تمت صلاة. نعم. لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان يدخل وثمت صلاة، إما صلاة أقيمت فيدخل مع الإمام، أو هو يريد أن يصلي فريضة، كان يكون مسافرا ويريد أن يصلي ظهرا أو عصرا أو أي صلاة من هذه الصلوات التي دخل لأجلها، فهنا لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتي تحية المسجد لأن ثمة صلاة. نعم. فلن يجلس حتى يصلي. إذا دخل وأراد أن يصلي راتبة، كان يكون لم يصلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر مثلا، فصلى الراتبة، فهنا هذا يكفيه عن أن يصلي ركعتين لتحية المسجد. متى يصلي ركعتين مستقلة لأجل دخول المسجد؟ هو إذا لم يكن ثمة صلاة. نعم، أو يريد أن ينتظر مثل جماعة المسجد. نعم. أو يريد يعني هو لم يشهد صلاة أو لم يقم صلاة، هنا يصلي ركعتين، سواء للانتظار أو للجلوس أو للمراجعة والقراءة أو ما إلى ذلك من الأسباب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ باخت يقول: هناك بنك عنده نظام استثماري بأن يقتطع من الراتب الإنسان أو دخله مبلغ شهري يتاجرون فيه بالحلال كما ذكروا، يأخذون رسوم شهرية من رأس المال مع ضمانهم لرأس المال. هذا وجود ضمان لرأس المال يحيل العلاقة إلى شركة باطلة غير صحيحة. نعم. وذلك أن من أصول الشركات اشتراك الأطراف في المشتركة في العقد في الربح والخسارة، فإذا تكفل أحد الشركاء أو الذي يجمع المال ليعمل به تكفل برأس المال وأنه لا ينقص وأنه مضمون، هنا كانت شركة غير جائزة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن هذه شركة باطلة لا تحل، وبالتالي لا بد من تصحيح العقد في مثل هذه الصورة،
ولا يجوز الدخول في مثل هذه العقود التي يقال فيها نضمن لك رأس المال، عطنا 100,000 ونضمن لك رأس المال وربح شهري أو ربح سنوي. إضافة إلى هذه الصورة من صور الشركات المحرمة، من الشركات التي تشيع بين الناس شركات تدفع فيها مال وتأخذ نسبة، لكن هذه النسبة محسوبة من رأس المال، يعني أقول مثلا تشارك ب100,000 ولك 5% من رأس المال، معنى هذا أنه سيأتيك سنوي أو شهري كم؟ 5,000. الربح لا، النسبة لا تنسب إلى رأس المال، إنما تنسب إلى الربح، بمعنى لك 5% من الأرباح وليس من رأس المال. فإذا نسبت نسبة الشريك من رأس مال من رأس ماله، عند ذلك كان معينا، لأنه يعرف أنه دافع في هذه الشركة 100,000 و 5% من 100,000 هي 5,000، وبالتالي هو دخل على شركة فيها ربح معين بقدر محدد وليس بنسبة من الربح، بخلاف ما إذا نسبه إلى الربح، الربح قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، فيشتركان في الربح والخسارة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال آخر للأخ باخت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الأعرابي لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال حولها ندندن أو بما معنى الحديث، ثم ذكر الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. هنا نص على التزام الدعاء، وهناك فتح المجال له بأن يأتي بما معنى. طيب، هناك فرق بين الصورتين. حديث أبي هريرة في السنن وهو بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا فقال له ما تقول في صلاتك؟ قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة هي الصوت الخفي، وقيل هي النغمة التي يتبين فيها صوت دون أن يعلم ما يقول المتكلم. فمعنى كلام الرجل أنه يسمع قولا من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستبن، فقال لا أحسن دندنتك، يعني لا أحسن ماذا الذي تقوله ولا الذي يقوله معاذ كما في بعض الروايات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي أن حول هذا الأمر هي مسائلنا ومطالبنا وما نتكلم به مما تسمعه. وهذا فيه تصديق لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره، قال ثم ليتخير من المسألة أعجبه إليه، وفي رواية ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ومعنى هذا أنه المجال مفتوح، ليس هناك تحديد لدعاء معين، إنما هو سؤال الله تعالى من فضله مما يتعلق بخيري الدنيا والآخرة. بخلاف الحديث الآخر، حديث البراء بن عازب، فإن فيه ذكرا محددا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، فأخلف فيه كلمة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ليضبط ما علمه. هل هذا يدل على أنه لا يجوز أن تقال الأذكار بمعانيها أو بألفاظ مقاربة للألفاظ النبوية؟ هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا بالتأكيد هو الأولى أن يأتي بالذكر كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي نقل عليه. إذا لم يتمكن، إما لنسيان أو لضعف حافظة أو لغير ذلك من الأسباب، فالذي يظهر أنه إذا جاء بشيء قريب فإنه ينال الأجر لعدم قدرته. وإلا فالأصل أن يأتي بالذكر على نحو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اتضح الفارق أن هناك تعليم ومقام التعليم تجويد وضبط، وهنا مقام بيان المشروع من الدعاء، وليس هناك دعاء محدد، إنما ليتخير من الدعاء ما شاء. والله بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. الساعة
السكن أكبر استثمار مادي في حياة الإنسان. لدينا مشكلة في التخطيط، في الادخار، في البناء بشكل عام. لدينا أخطاء قاتلة في التصميم والتنفيذ. نحن نهتم بالضيوف على حساب الأسرة والأبناء. كثير من المساكن الجاهزة كارثة وطنية بكل المقاييس. ألا يستحق السكن بعد كل ما سبق شيئا من التوعية والإعلام؟ كل ذلك سيكون في البرنامج التلفزيوني بيتك عامل. يأتيكم في الأوقات التالية. تكلم، تصفح، شاهد. أجل مالك إلا الاشتراك في جود. أنت دائما الفائز مع جود 10 ميجا ب77 ريال. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأخذ أول متصل معنا الأخ عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. معنا عبد الرحمن. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال يا شيخ، امرأة تطلب منك كيف ترشدها، كيف تتعامل مع جارة لها اتهمتها بأنها تسحر لها. قالت لها ما هي حجتك؟ قالت لها مرققة لذلك. قالت لها، فأجابتها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر ولم يعلم ذلك حتى أخبره رب العزة. فكيف والرسول مات، من أين لك هذا؟ أخذته عن الشيطان الرجيم؟ ما هي توجيهاتك؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخ، سائل يسأل يقول ما هي أحكام صلاة الجنازة على الغائب؟ وجزاكم الله خيرا ونحبكم في الله. بارك الله فيك، شكرا يا أخي عبد الرحمن. أم بدر معي، تفضلي. أختي أم بدر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله فيك، عندي سؤال. تفضلي. هذه صلاة النافلة إذا صارت تنتين خليها في تسليمة واحدة يجوز ولا لا؟ وصلاة الوتر زيها يعني تنتين مع الوتر، هل يجوز خليها في تسليمة واحدة؟ طيب. السؤال الثاني عن قطع الصلاة، مثلا أنا كبرت وتذكرت مثلا الطهارة، ومثلا أني مثلا طهرت أو مثلا الثوب مجد وقطع الصلاة، هل يجوز ولا لا؟ طيب، الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك. أبو عبد الملك معي. أبو عبد الملك معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، إليك سؤالين. تفضل يا أستاذ. السؤال الأول، شيخ، رجل أحد العمال يبعد عن مسجد الجمعة 3 أو 4 كيلو. وكثير يمنع من الذهاب للمسجد، رغم ان توفر المواصلات لديه ولا فيها يعني ضرر في ذهابه، يعني يخشى على ماشي او شيء، ما في ضرر يعمل في مزرعه، هل يبقى مع كفيل او يمتنع عن الجمعه ام يذهب لصلاه الجمعه؟ طيب ابشر. سؤال ثاني ابو عبد الملك. سؤال ثاني، شيخ، رجل كان وسيط بين رجل واحد العمال في عمل معين، لكنه اتفق مع العامل على أن يوقع العقد 45,000 مثلا وهو لدى له 5,000 دون علم الطرف الآخر، والآن يقول إذا فعل هذا غير جائز هل يرد يعطي المبلغ للعامل لأن العقد توقع ب 45 مثلا؟ أبو عبد الملك، تسمح لي تقول لي، يعني توضح لي السؤال، يعني رجل كان وسيط
بين عامل وصاحب العمل. نعم. يعني بين مقاول مثلا وصاحب عمارة. نعم، متفق مع المقاول على أن المبلغ 45,000 لكن يأخذ 5,000 دون علم صاحب العمارة مثلا. دون صاحب العمارة يعني يقول أن العامل المقاول يعني المقاول يبي العامل هو من يقبض المبلغ ويأتي هذا الرجل الوسيط دون علم الطرف الآخر. طيب، واضح السؤال. وإذا سأل صحيح جائز، هل يخبر الطرف الآخر ويرد إليه المبلغ أم يعطي المبلغ العامل لأنه وقع على نفس العقد هذا؟ طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك. معي نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. حياك الله أستاذ أحمد وحيا الله فضيلة الشيخ الكبير شيخ خالد، كيف حالكم؟ حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا. شيخي، لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويكثر الهرج، الصحيحة سيد الفاضل، ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل القتل من علامات الساعة، ولماذا نرى البلدان الكافرة تعيش في أمن وأمان ورخاء والبلدان العربية ملطخة أيديها بالدماء المسلمين، وما معنى تتقارب الأسواق؟ السؤال الثاني شيخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما معنى لا يؤمن؟ هل هو نفي كمال الإيمان أم مطلق الإيمان؟ السؤال الثالث شيخ الفاضل، كثير من الناس يثيرون الشبهة حول قطع الصلاة المرأة والكلب والحمار أذلكم الله والمثالين، باعتمادا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، فضيل حكمة أن الحق سبحانه وتعالى جعل قطع الصلاة في هذه الأشياء الثلاثة، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك. معي متصل، حمودي تفضل. معنا حمودي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم، من الجزائر تكلمنا. الجزائر، جزاكم الله كل خير. وجزاك الله خيرا. عندي سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. في التجارة مثلا عند البيع والشراء يكون زلة لسان غير متعمدة، مثلا تكون كذبة أو تكون مثلا وصف في شيء مثلا من المباع عن غير حقيقته، فما حكم ذلك؟ التوبة منه أو حكم ذلك الربح من المال؟ يعني كذب في توصيف مثلا السلعة أو منح مزايا لها دون حقيقة السلعة. نعم، ويكون ذلك مثلا كما قلوا عفوا لا يكون متعمدا. طيب، يعني بالخطأ مثلا أراد أن عفوا يا أخي اسمع سمحت. يعني أراد أن يمدح نعم. سلعة فوصفها بوصف سلعة أخرى غلطا، يعني أراد أن يبين خصائص هذا الكاس وذكر ما يتميز به هذا الكوب مثلا، هذا الذي تقصد؟ يعني أخطأ في الإخبار بمواصفات، هذا الذي تقصده؟ نعم، أخطأ في المواصفات. نعم أي نعم، أخطأ نعم. مثلاً كان مثلاً في كلامه مثلاً لم يتعمد كذباً، ولكن مثلاً في كلامه كانت كذباً، بعد تذكر مثلاً بلي مثلاً كانت كذبة. لحظة، كيف كانت كذبة؟ لم يتعمد كذباً ثم كانت كذبة، تقصد أخبر خطأً ولم يكذب أو أنه كذب ثم نعم. تاب؟ نعم نعم، لا أخطأ لم يكن متعمد. هو نفس السؤال الأول. السؤال الثاني يا أستاذ حمودي، كيف يكون السؤال الشيخ، كيف يكون التوبة من ذلك الذنب؟ نعم. وما حكم ذلك الربح من ذلك الشفقة مثلا التي كانت مع ذلك البائع؟ طيب، وبارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك، شكرا لك وشكرا لكل الإخوة والأخوات.
غيداء معي تفضلي، اعطنا غيداء اخر الوحيدات تفضلي. تفضلي غيداء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس حبيت اسال الشيخ، سمحت الشيخ. نعم. الحين ناخذ زفات بالنت اللي يقولونها مغنيين بس ما فيها موسيقى ولا كلام فيها غزل، هل يجوز؟ نعم. يعني استعمال كلمات الغناء في من غير معازف؟ اي ما في بدون موسيقى ولا فيها كلام غزل، بس زفها عوصه. طيب شكرا. نعم شكرا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال كذلك من الأخ باخت يسأل عن عقد النكاح بالنسبة للمحرم أو مأذون الأنكحة، إذا كان محرما هل يعقد النكاح؟ المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح في المحرم لا ينكح ولا ينكح. نعم. المقصود به أن لا يتزوج وأن لا يزوج موليته إذا كان صاحب ولاية. نعم. فهل يدخل في ذلك من يشهد؟ هل يدخل في ذلك من يعقد؟ من العلماء من أدخل هؤلاء في الحديث فجعلوا ذلك من محظورات الإحرام، أن يشهد أو أن يعقد. والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك خاص بمن ينكح مباشرة، بأن يتزوج هو أو وكذلك من يزوج موليته، لأنه تسبب في هذا على وجه مباشر. وأما من يشهد فكما ذكرت بعض العلماء الحق، والحديث يحتاج إلى يحتاج إلى نظر في إدخال هذا، لأن المعنى مختلف. لا أثر الشهادة وأيضا أثر العاقد الذي يعني يرتب الأمر بين الطرفين، والعقد يمكن أن يتم العقد يتم بالإيجاب والقبول دون المأذون. المأذون هو توثيق وبيان وإيضاح لبعض الناس. نعم. كيف يتم العقد، يعني بعض الناس ما يدري كيف يتزوج، ماذا يقول وبماذا يجيب الزوج. فالذي يظهر أن المأذون والشهود لا يدخلون في الحديث. نعم. هذا الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. ولو أنه امتنع من هذا لعموم قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، والرفث كل ما يتعلق بالجماع ومقدماته من قولنا أو فعل، لكان أولى وأطيب. لكن بارك. الجزم بأن ذلك من محظورات الإحرام يحتاج إلى دليل بين. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. بدر العودة يسأل هل يجوز أن يقرأ المصلي سورة الكهف والإمام يخطب الجمعة؟ ده ما يمكن يكون هذا. نعم. الله تعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال جماعة من أهل العلم المراد بها خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة تحتوي على ذكر الله عز وجل والقرآن. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هنا هي الخطبة مع الصلاة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، مع أن حركة قد تكون عابرة. وأما نعم. الذي يجلس ويقرأ القرآن فهذا لاغم بكل حال، لأنه غير منصت ومتشاغل بالقلب واللسان بغير ما طلب منه الإقبال عليه والاستماع له. نعم. فلا يجوز أن يقرأ القرآن وقت خطبة الإمام وهو حاضر في المسجد. أما إذا كان معذور في بيته مثلا مريضا أو كان مسافرا أو كانت امرأة ليست من أهل الجمع فلها أن تقرأ ولا يلزمها سماع الخطبة. نعم. ولو كان الخطيب مجاورا لبيته. نعم. أو يسمعها عبر وسائل النقل. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. علاء يسأل عن إطعام كفارة اليمين، هل تكون مثلا لعامل النظافة؟ نعم تكون لكل فقير. نعم. سواء كان عامل نظافة أو كان مشتغلا بأي عمل آخر، مدام أنه فقير فإنه يعطى من هذه الكفارة. نعم بارك الله فيكم. وريف تسأل عن الدخول أو عبور مكة المكرمة بخادمة غير مسلمة. هذا يسأل عنه كثير، ومن الناس من يتساهل في ذلك ويبرر لنفسه أنواع من التبرير. ولهؤلاء يقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. فلا يجوز لأحد أن يدخل مكة كافرا، سواء كان وثنيا أو كان كتابيا، سواء كان ذلك للإقامة والاستقرار أو كان ذلك للعبور والمرور.
هذه منطقة حرمها الله تعالى وجعل لها من الأحكام ما ينبغي للمؤمن أن يصونه وأن يحفظه، ومنه أن لا يدخلها وأن لا يقربها من ليس بمؤمن. فقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام، هذا يشمل كل أهل الأديان سوى دين الإسلام. نعم، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، فينبغي للمؤمن أن يصون نفسه. وأنا أقول دعوة لأرباب البيوت ألا يستقدموا من العمالة المنزلية من هذه حاله وهم غير المسلمين. نعم. لأن العمالة المنزلية فيها ملابسة واحتكاك وانتقال ومعايشة ومعاشرة، وينبغي أن ينتقى في ذلك من كان مسلما ليستفيد، حتى لو ما فاده ليستفيد الشخص العامل من الأسرة بأدبها وسلوكها وأخلاقها. وأما أن يأتي بكافر ويجعله بين ظهرانه دون حاجة ففي نفسي من هذا حرج كبير. وأما المرور فالجواب واضح أنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة غير مسلم تحت أي ظرف. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. تكلم، تصفح، شاهد. أجل مالك إلا الاشتراك في جود. أنت دائما الفائز مع جود 10 ميجا ب77 ريال. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خالد المصري، حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الأخت سهى تسأل عن إعطاء المساكين كفارة اليمين من ملابس الإنسان المستعملة. ما في بس. نعم. كل إنسان يخرج شيئا استغنى عنه فهذا خير من أن يتخلص منه بإلقائه في الزبل ونحوه. إعطاء لا سيما إذا كان يمكن أن يعني يعطى بصورة لائقة فهذا طيب وحسن. نعم. يعني ينظف ويغسل يعني ويقدم على وجه يكون مقبولا للفقير ليس فيه كسر له، هذا طيب. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا اتق النار ولو بشق تمرة. نعم، أحسن الله إليك. تقول كذلك في سؤال الآخر أنه بعدما تنتهي من الدورة بثلاثة أيام ينزل عليها دم آخر. إذا انقطع الدم وهذا الدم الذي نزل إذا كان شيئا يرخيه الرحم فهذا لا يأخذ حكم الاستحاضة. نعم. أما إذا كان شيئا مستمرا دم صريح ومستمر وبصفات الحيض فهذا للعلماء فيه قولا، منهم من يعده حيضا باعتبار بالنظر إلى أنه ليس هناك أقل مدة بين الحيضتين، ومنهم من يقول هذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصوم. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. وهنا كروشية تقول بأن لديها بعض الأعمال والأشغال اليدوية التي يعني تسوقها وتتضمن هذه جزء من الوجه، أنف وعينين وفم أو عينين وفم على شكل قباع وأعمال مشغولات يدوية، هل هذه جائزة؟ يعني إذا لم تكن مكتملة. نعم. فمجرد صورة الوجه ليست بصورة محرمة لكن ينبغي تجنبها والأفضل تركها من حيث الأفضلية، لأن من العلماء من يقول إن صورة الرأس صورة. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما صورة الرأس في حديث أبي هريرة في النسائي، وهذا فهم على نحوين، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ينبغي تركه لكن. نعم. لا يدخل في ما جاء به الوعيد من التصاوير. بارك الله فيك. كذلك له سؤال آخر تقول بأني مندوبة لتاجرة فأخذ صور هذه المنتجات والبضاعة وأسوقها لزبائن آخرين على أن أزيد في ثمن هذه البضاعة حصتي أنا أو قيمة تسويقي تكون من ضمن السعر، ثم تشتري هذه حينما تشترى هذه البضاعة تقوم التاجرة بتحويل حصتي من هذا التسويق. إذا كانت وكيلة ليس في ذلك حرج. نعم. إذا كانت وكيلة بمعنى أنها وسيط. نعم، وسيطة بين صاحب العمل
صاحب البضاعة هو المشترين فلا حرج. نعم. أما إذا كانت على وجه يعني الإحسان، بمعنى أني أنا أقول شيخ أحمد والله قلمك هذا زين ودي بقلم مثله، نعم، وتقولي طيب أجيب لك إن شاء الله، وتروح تشتري مثلا بعشرة وتزيد ريالين حقة الكلافة، هذه في هذه الصورة، نعم، زيادة الريالين إذا لم أعلم بها لا تجوز، لأنه أنا في معاملتي في مثل هذه الصورة هي، نعم، معاملة إحسان، يعني لا يأتي في بالي أنه سيزاد في الثمن، نعم، وبالتالي لا يجوز الزيادة إذا كان هذا على وجه التوصية، وهذا يحصل كثير صحيح، بمعنى أنه يجي يقول والله أستحي أقول أبي تكلفة، نعم، ويضيف تكلفة يقول سعره كذا وهو في الحقيقة أنزل من هذا، هذا لا يجوز، نعم. لكن إذا كان هذا صاحب وساطات ويعرف أو هو أخبر قال والله بجيب لكم اللي تبون لكن ترى بأخذ حقي بأخذ تعبي، نعم، فلا بأس في هذا، ولو بيّن ذلك لكان، نعم، أكمل وأوضح. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا عبد الرحمن من الجزائر في سؤاله الأول بأن امرأة اتهمتها جارتها بأنها تعمل لها السعر دون بينة ودون دليل واضح، وحينما ناقشتها وقالت ما دليلك على ذلك قالت بأنها قيل لي أو رأيته في المنام ونحو ذلك، هل يعتد بمثل هذه الاتهامات التي تكثر كثير؟ نعم أحسنت، نعم، تكثر كثيرا من الناس ابتداء أو بالإيحاء من القراء، نعم، الرقات يجي يقول من تتهم، وهم يعني لا بأس السؤال بالاتهام لا على وجه التعيين، إنما يقول هل تذكر أحد قال كلمة مثلا في العين على وجه التحديد، أما السحر ما في من تتهم لأنه ما فيه علم، هناك خرص، لكن فيما يتعلق بالعين قد يتهم إنسان شخص لأنه سمع منه كلمة أو رأى منه تصرفا يوجب توجيه التهمة، أما التهمة بلا مستند ولا أصل فهنا يدخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وبالتالي ينبغي التفريق لأنه هناك لبس عند بعض الناس من المهتمين بهذا الشأن سواء من القراء أو من المصابين، تجده يتهم فلان وفلان ويوزع التهم في ويشتغل بهذا عن العلاج، العلاج الحقيقي هو فيما يتعلق بالرقى والأذكار، وإذا علم الإنسان السحر أخرجه، لكن في الغالب أن السحر لا يعلم في الغالب يصعب الوصول إليه، فلتشتغل بذكر الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتهم أحدا بناء على ظنه دون أن يكون لذلك مستند، أما أو لا سيما في هذا الأمر، أما إذا كانت إذا كان عين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب أحد الصحابة بعين قال من تتهمون، سأل لأن العين كما ذكرت يعني قد تصدر تقع بسبب كلام لم يبرك فيه الإنسان، إعجاب لم يقرنه بذكر الله عز وجل فيكون سببا لحصول العين. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من العطاونة يقول هل من السنة وهل جائز أن يقول الإنسان أو يسوغ أن يقول للخطيب في نهاية خطبته وأستغفر الله لي دون لكم؟ لا هذا هو من السنة، لكن هذا يعني هل ورد هذه اللفظة في السنة استغفر الله لي ولكم؟ لا لا ما لم يرد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لو أن أحدا قال استغفر الله لي ولكم فهذا يعني طلب المغفرة، هو يطلب المغفرة من الله له وللمصلين، وهذا إحسان من دعا له ولهم، لكن أن يقول استغفر الله لي إذا كان هذا له سبب مثل أن يقول هذا ما قلته أسأل الله فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه وأتوب إليه، هنا له سبب الاستغفار، أما أن يكون في سياق الدعاء الذي يشترك فيه الناس فهنا لا يستأثر بالدعاء لنفسه، الناس يأمنون على دعاء لنفسه فيه نوع من الظلم لهم وعدم المشاركة، ويخطب لهم وله. نعم بارك الله فيكم. هل يسوغ أن تقرأ أو هل من السنة أن تقرأ المرأة سورتي الأعلى والغاشية في صلاة الظهر يوم الجمعة؟ لا 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 ليس سنة، السنة أن يقرأها الإمام في صلاة الجمعة وليس في ظهر الجمعة لمن لم يكن من أهل الجمعة. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ كذلك عبد الرحمن يسأل عن صفة أو الضابط في صلاة الجنازة على الغائب. صلاة الجنازة على الغائب أصلها ما جاء في الصحيحين، نعم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي وخرج بهم المصلى فصلى عليه وكبر أربعا،
وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو الأصل. العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا مشروعية الصلاة على الغائب، واختلفوا في من يشرع أن يصلى عليه. فقيل يشرع أن يصلى على كل غائب من المسلمين، ومنهم من قال يشرع أن يصلى على الغائب من أصحاب النفع العام وأصحاب الفضل من أهل الإسلام، ومنهم من قال إنه يشرع للغائب إذا كان أمر به ولي الأمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم فخرجوا صلى. لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على الغائبين، لا من أصحاب الفضل ولا من غيرهم، إنما يصلون على من حضر من الجنائز. هذه الأقوال في المسألة، وأقرب هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو أنه يصلى على تشرع الصلاة على الغائب إذا أمر بها ولي الأمر. أما أن يكون هذا اجتهاديا فبمعنى أن كل أحد يصلي، فهذا لم يفعله الصحابة ولا دليل عليه. الدليل هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يخرجوا ليصلوا على النجاشي رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم بدر تقول: هل أصلي النافلة إذا كنت أريد أن أصلي أكثر من ركعتين أن أجمعها في سلام واحد؟ من أهل العلم من يقول هذا، لكن ينبغي يعني بمعنى أن يصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا بسلام واحد. والأقرب أنه يصلي ركعتين ركعتين، هذا هو ظاهر السنة الذي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر عن صلاة الليل، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فزيادة النهار في غير الصحيحين صححها بعضهم، ولما كانت صلاة الليل هي الأصل والأكثر وقوعا وكانت مثنى مثنى، فكذلك صلاة النهار مثنى مثنى على الراجح، ولو لم تصح هذه الرواية. ولكن لو زاد فسلم من أربع ركعات هذا مباح، لو سلم من ست ركعات فيما يظهر لأنه مباح، والأولى أن يسلم من ركعتين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول: هل إذا تذكر إنسان أنه على غير طهارة أو أن ملابسه نجسة، هل يجوز له مثلا أن يقطع صلاته؟ أما إذا كان على غير طهارة فنعم، يجب أن يخرج من صلاته، لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حتى يتطهر. هذا فيما إذا كان على غير طهارة، سواء طهارة صغرى أو كبرى، فيخرج أصلا، ما يعني لا تصح الصلاة، لابد أن يخرج سواء كان إماما أو مأموما منفردا أو في جماعة. أما إذا كان في ثوبه نجاسة، فإن كان يمكن أن يتخلى عن النجاسة دون أن يخرج من صلاته فهذا هو الواجب. كان تكون النجاسة مثلا في شراب أو في نعلين وهو يصلي في نعاله، فهنا يخلع النعلين ويخلع الشراب، أو يخلع إذا كانت مثلا في غترته أو في شيء يمكن أن يخلعه فليخلعه ويتم صلاته. أما إذا كان شيئا لا يمكن أن يخلعه إلا بعمل كثير يخرجه عن صورة المصلي، كان يريد أن يعني ذكرها مثلا في فنيلته على سبيل المثال، هنا يفسخ الثوب يفسخ الفنيل خرجت عن صورة الصلاة، هنا يخرج عن الصلاة ويزيل ما في بدنه ما في ثيابه من نجاسة ويستأنف الصلاة. والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو عبد الملك يقول بأن أحد العمال في مزرعة يبعد 3 كيلو عن المسجد، وكثير يمنعه من أداء صلاة الجمعة دون حاجة لبقائه في المزرعة لحراسة ونحوها، هل يجوز هذا الكفيل أن يمنعه، وهل يلزم العامل أن يستجيب لمنع كفيله؟ لا يجوز لصاحب العمل أن يمنعه في هذه الصورة. ما دام أنها تقام، الجمعة تقام وفي البلد، يجب عليه أن يمتثل ما أمر الله تعالى به: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويتأكد هذا عندما لا يكون هناك حاجة، كما ذكر أنه ما فيه ما يستدعي البقاء، فلا يجوز له منعه، وإذا منعه فلا يجوز له أن يمتنع، بل يجب عليه أن يقول: يا أخي ترى ما ليس لك حق، والعقد الذي بيني وبينك عمل، لكن ليس العمل الذي يسقط حق الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. رجل وسيط بين مقاول وصاحب عمارة، وقال له: سأجعل العقد 45,000 على أن تعطيني 5,000 دون علم صاحب العمارة، ووافق الطرفان، فهل يجوز هذا الأمر؟ وإذا كان لا يجوز فمن يعطي 5,000 هذه، هل يرجع للعامل بحكم أنه وقع العقد أو يرجع لصاحب العمارة؟ هذه 5 مقابل وساطته مثلا،
وهو الوسيط عامل عند صاحب العمارة؟ لا، غير عامل. هو قال لك أنا أجيب لك مثل مقاول وهذا العامل سيبني لك هذه الغرفة ب45,000. مع أنه متفق مع العامل بأن التكلفة مثلا 40,000 و5,000 تكون لهذا الشخص، لهذا الوسيط. هذه إذا كان هذا يعني اتفاق، يعني هو يوفر عمالة، يوفر من يعمل في مثل هذه الأعمال، وأخذ لذلك نسبة بالاتفاق مع صاحب العمل فلا بأس. نعم. أما إذا كان هذا مثل ما ذكرت قبل قليل في مسألة البيع على وجه الإحسان أو على وجه الخدمة. نعم. تعرف مقاول؟ نعم أعرف مقاول، أجيبه لك. نعم جيبه لي، الله عافيك، ويكون له نسبة. هنا ما يكون، لأنه أنا تعاملي معه على وجه الإحسان. نعم. وليس على وجه الوساطة والسمسرة التي يكون له فيها نصيب. هذا ما يتصل. نعم. بهذه الصورة. طبعا هذا إذا كان الوسيط مستقلا، أما إذا كان الوسيط مندوبا لصاحب العمل بمعنى. نعم. أنا عندي عامل أقول له جيب لي الله يعافيك سباك، يقول طيب هو عامل يشتغل عندي، يروح. نعم. للسباك يقول أنا جبت لك عمل لكن ترى أبي من أجرة العمل 100 ريال أو 10 ريالات لأني أنا جبت لك هذا العمل. نعم. وعامل عندي لا يجوز يأخذ مني راتبا، لا يجوز. نعم. ومثله ما المندوبون الذين في المؤسسات الحكومية والشركات لا يجوز لهم أن يتقاضوا على وساطتهم وقيامهم بالأعمال التي يكلفون بها، لا يجوز أن يتقاضوا على ذلك مالا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يرجع المال 5,000 لصاحب العمل أو يرجعها للعامل الحكومي؟ لا، لصاحب العمل. نعم بارك الله فيكم. إذا كان بالصورة اللي ذكرت، إذا. نعم. كان يعمل عنده. نعم بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من حمودي من الجزائر يسأل عن البيع في التجارة في سلعة معينة دون قصد أو بخطأ معين، فحكم الكسب هنا يبين الخطأ. إذا أخطأ قال هذا مواصفاته كذا وكذا وهي مواصفات جهاز آخر، عند. نعم. ذلك يجب أن يبين حتى لو تم البيع. حتى لو تم البيع. نعم. فصدق وفهم صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذا كتم أو كذب محقت بركة بيعهما. نعم. طب يقول والله راح ما أدري وينه. نعم. لا أستطيع أن أصل إليه. هنا يتصدق بالفارق، فإذا كان هذا الوصف الذي ذكره سيزيد 10% من قيمة السلعة فيتصدق ب10%، وإذا جاء يوما من الدهر الذي أخبره كذبا أو عفوا خطأ يقول له تعال الوضع كذا وكذا وتصدقت بالمبلغ. بارك. غيدة تسعى عن زفات لمغنين من غير موسيقى وهذه الكلمات ليس فيها غزل. لا بس. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. فضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، شكر الله لكم. أعتذر من أخ نزار، لدي 3 أسئلة، لضيق الوقت سأرجيها إن شاء الله تعالى لحلقة الأحد، أستبيحك عذرا. أشكركم لطيب متابعتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة، اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.